وأبدأ مع سيادة النائب عماد الدين حسين. سيدي الكريم، حينما قرأت، وأنا أثق أنك قرأته، حينما قرأت بيان الاتحاد الأوروبي، ما هو انطباعك الأولي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. الانطباع الأول والأخير، أنا يعني لم يتزعزع ولم يتغير، لأنني أقرأ هذا البيان الأوروبي منذ سنوات طويلة جدا مع اختلاف الأسماء الواردة فيه. نتذكر أن الاتحاد الأوروبي، سواء كان الاتحاد أو البرلمان الأوروبي أو هيئاته المختلفة أو الكونجرس الأمريكي أو بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية، تقريبا يكاد يكون هذا البيان صورة مكررة، فقط عليك أن يتحذف هذا الاسم وتضع مكانه الاسم. نتذكر حدث هذا مع السياسي المصري السابق أيمن نور، حصل مع الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي توفي قبل أيام، حصل مع كثير من أصحاب الخلافات، بعض المصريين الذين كانوا على خلاف سياسي مع حكوماتهم. قبل أن أرد على سؤالك مباشرة أخي محمد، هناك علينا أن نفرق بين شيئين أساسيين. الشيء الأول هو أن من حق المصريين جميعهم أن يتفقوا أو يختلفوا مع حكومتهم فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. وأذكر حضرتك وأذكر السادة المشاهدين وأذكر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي أن الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل قبل الماضي، وعقد عشرات مئات ربما اللقاءات والاجتماعات، ناقش قضايا كثيرة جدا من بينها قضية حقوق الإنسان، وشمل كل شيء بالمناسبة، واستضاف كل السياسيين وكل الحقوقيين المصريين، وبعضهم كان موجودا في السجون وخرج ليشارك، وكل القضايا نوقشت بلا حساسية. والحوار الوطني طوال الوقت كان يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية حل مسألة مثلا الحبس الاحتياطي أو ملف المحبوسين احتياطيا، واستجاب الرئيس مشكورا أكثر من مرة، وجرى الإفراج عن 1500 شخص، وما زال الملف مفتوحا وقيد التداول. ونوقش كل القضايا التي جاءت في بيان الاتحاد الأوروبي، نوقشت بتفاصيل أكثر وبلغة أكثر سخونة بالمناسبة. صحيح، أقبل هذا في أن يكون النقاش داخل مصر، وأن يختلف المعارضة المصرية على سبيل المثال، أقصد هنا المعارضة المدنية الشرعية التي تعمل في القانون والدستور، أن تتفق وتختلف مع حكومتها وداخل بلدها. أما أن يخرج هذا البيان من الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الاستعلائية الفوقية الذي ينصب نفسه وصيا على الشعب المصري وعلى العالم أجمع، لأنه هو للأمانة لا يفعل ذلك معنا، يفعله مع كل الدول التي يعتقد أنه صار وصيا عليه. وبالتالي يعني هذان شيئان مهمان، حتى لا يعتقد البعض أننا هنا ندافع عن يعني ننتقد فقط بيان الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي ضد حقوق الانسان في بلدنا. نحن نقول دائما نحن مع حقوق الانسان، نتمنى ان تكون في افضل حال في ظل، ونناشد السلطات المصريه طوال الوقت ان يتم فك هذا الملف حتى لا يتحول الى سلاح للابتزاز، وهو سلاح يبتزنا به الخارج والغرب تحديدا.